بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي اشرح لكم الشيت الاولاني او المسائل الموجوده في الشيت الاولاني، بس يا ريت اتمنى على الناس قبل ما تخش في او قبل ما تسمع شرح الشيتات ان هي تكون سمعت الفيديوهات من اول الفيديو رقم 1 لحد الفيديو رقم 11، علشان لما اشرح جزئيه في الشيت الاقي الناس فاهمها او الناس تقدر تفهم بسرعه اللي انا عايز اقوله. فمثلا على سبيل المثال عندنا الشيت، المساله الاولى في الشيت الاول محتاجه حاجه اسمها التايب كاستنج، فانا مش هقعد اشرح التايب كاستنج من جديد، فبالتالي لازم الناس تكون عارفه يعني ايه تايب كاستنج. فانت لو سمعت الفيديو هتكون عارف الكلام ده. فبرضه هتلاقي المساله الثانيه بتتكلم على اللوبس في الديسيشنز اللي هي القرارات، هتلاقيها موجوده في كل تقريبا في كل المسائل. فيا ريت الناس تسمع الفيديوهات من اول واحد لحد 11، بالتالي هتقدر انت تسمع، هتقدر انت تفهم كل المسائل الموجوده في الشيت الاولاني، وتقدر بكل سهوله بعد ما تسمع الفيديوهات ديت والفيديوهات بتاعت الشرح بتاعت الشيت تقدر انت بكل سهوله جدا ان انت تقدر تكتب اي برنامج على الجزئيه اللي هي لحد الحركات التكراريه. طيب عشان بس ما نضيعش وقت نبتدي نخش في المساله الاولى اللي هي في الشيت الاول. السؤال الاول بيقول لك اكتب خطوات الخوارزم لاستنتاج القيمه الكبرى بين مجموعه من الاعداد. يعني انت عندك مجموعه اعداد، ممكن مجموعه الاعداد دي تبقى متخزنه في مكان في الذاكره، او ممكن مجموعه الاعداد دي انت تستقبلها من اليوزر من خلال الكيبورد، وبيقول لك هات لي القيمه الماكسيمم فيهم، القيمه الكبيره اللي فيهم. طيب بيقول لك اكتب خطوات الخوارزم. انا مش هكتب خطوات الخوارزم، انا هكتب برنامج بيعمل الكلام ده، بس المفروض حضرتك تكون عارف يعني ايه خطوات الخوارزم. الكلام ده اتشرح في المحاضره الاولى، الناس تنزل المحاضره بتاعت الدكتور لان المحاضره الاولى تقريبا يعني غالبيتها جزء نظري، فالناس تشوف الخطوات الخوارزم بتتعمل ازاي وتعرف الجزء النظري دوت عشان خاطر ما نقعدش بس نضيع وقت في الاجزاء النظري، وتكتب الخطوات بتاعت الخوارزم. لكن انا هكتب لك البرنامج نفسه والكود نفسه. طب تعالوا نشوف كده، بقول لك احنا عايزين نكتب برنامج يستنتج القيمه الكبرى بين مجموعه من الاعداد. انا قلت لكم مجموعه الاعداد ديت ممكن تكون متخزنه في الذاكره، يعني ممكن تكون متخزنه في مصفوفه مثلا، او انت عامل متغيرات وحاطط فيها قيم، او ممكن ان انت تستقبل القيم ديت من خلال الكيبورد. طب الدكتور ما قالكش الحلين صح، يعني طالما الدكتور ما قالكش في المساله يبقى الحلين صح. طب تعالوا نشوف كده هنكتب البرنامج ازاي. يعني اول حاجه انا هقفل الكود بتاعي خالص اهو، البرنامج بتاعي، وهفتح البرنامج من جديد معاكم. هنيجي على قائمة فايل ونقول له نيو، ونقول له فايل ومنها سي بلس بلس سورس فايل. طبعا الناس تيجي تقول لك واحنا في الامتحان يا باشمهندس هنفتح البرنامج ونكتب، لا انا دلوقتي بدل ما بكتب، بدل ما افتح ورقه موجود فيها الكود وجاهز واشرح لكم الكود، لا انا عايز نتعلم ازاي نكتب كود من البدايه اساسا، عشان لو جالك في الامتحان سؤال تقدر تمشي معاه او تشوف انت ايه الخطوات اللي انت هتعملها معاه، او على الاقل تضمن اكبر الدرجات او اكثر الدرجات. طيب تعالوا نشوف كده، انا قلت لكم لو سمعتوا الفيديوهات هتلاقي تاني فيديو على طول بشرح لك فيه ازاي تكتب الاستراكشر العام بتاع اي برنامج بلغه السي بلس بلس. قلت لكم فيه ثلاث حاجات، الحاجه الاولى ان انت بتكتب امر هاش انكلود اي او ستريم دوت اتش، وبعدين بعديه بتكتب داله المين، الداله الرئيسيه، بالاقواس بتاعتها اللي هي اقواس الفتح والقوس المقفول بتاعها قوس المجموعه، وبعدين الحاجه الثالثه اللي انت بتكتب هنا ريتيرن زيرو، وريتيرن زيرو ديت ان شاء الله ممكن ابقى اشرحها لكم في فيديو قدام. طيب نشوف كده نكمل، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين عندي مجموعه من الاعداد، هستقبل الاعداد دي من اليوزر وهشوف القيمه الاكبر فيهم ايه وهعرضها على الشاشه. طيب تعالوا نشوف اول حاجه، هو قال لك العدد كام؟ ما قالكش العدد كام، خلاص افترض انت قيمه، افترض ان العدد مجموعه الاعداد دي 10 اعداد مثلا. طيب ايه كمان عايزين نعمله؟ يبقى احنا هنفترض ان انا عندي مجموعه اعداد عددهم 10، طيب عايزين ايه كمان؟ عايزين متغير نخزن فيه القيمه الماكسيمم، القيمه الكبيره. ما انت دلوقتي بعد ما عشان تحسب القيمه الكبيره لازم يكون في مكان في الذاكره تخزن فيه القيمه الكبيره دي، ومكان في الذاكره يعني متغير، فانا لازم اعمل متغير اخزن فيه القيمه الكبيره. طيب نرجع بس النقطه، هو قال لك المتغيرات اللي انت هتتعامل معاها قال لك نوعها ايه؟ قال لك انتجر فلوت دبل لونج، ما قالكش اي حاجه من الحاجات دي خالص. فبالتالي لازم حضرتك ما تحطش في بالك الموضوع ده، امال تعمل ايه؟ خليهم انتجر مثلا، خليهم دبل، خليهم فلوت، ما يفرقش معاك، بس احنا خلينا نشتغل على انتجر مثلا. يبقى انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل متغير، المتغير ده اخزن فيه القيمه الماكسيموم، فاقول له انتجر ماكسيموم، وخلي لي الماكسيموم في البدايه بزيرو، ماشي. وخلي لي الماكسيمم في البدايه بزيرو، وبعدين قال لك مش انت عايز تستقبل القيم اللي هم ال 10 قيم دولت تستقبلهم من الكيبورد؟ طيب يبقى نعمل مصفوفه، خلاص المصفوفات احنا لسه ما خدناهاش، الفيديوهات من 1 لحد 11 ما بتشرحش حاجه اسمها مصفوفات. طب خلاص انا هعمل متغير واحد بس، هقول له مثلا انتجر اكس، وبعدين هقول له بص استقبل المتغير ده اللي اسمه اكس ده من اليوزر،
يبقى اليوزر هيدخل القيمه من خلال الكيبورد وليكن 10 او 100 او سالب 100 او سالب 30 او 300، هيدخل القيمه والقيمه هتتخزن في الاكس. وبعدين هقول له بص كده، لو كانت الاكس اكبر من الماكسيموم، يعني لو الاكس مثلا فيها 30 يبقى 30 اكبر من الزيرو او اكبر من الزيرو. طب المفروض بقى مين اللي يبقى في الماكسيموم دلوقتي، هل الزيرو ولا 30؟ لا المفروض ال 30. فاقول له بص خد الاكس حطها في مين، حطها في الماكسيموم، يعني خد القيمه ال 30 حطها في الماكسيموم دلوقتي. فاصبحت الماكسيموم ما بتحتويش على زيرو، بتحتوي على 30، يعني بتحتوي على القيمه الكبيره. ايه اللي انا عملته ده بقى يا باشمهندسين؟ اللي انا عملته ان انا استقبلت قيمه وشفتها هي كبيره ولا مش هي كبيره. لو كانت هي كبيره هحطها في المتغير اللي اسمه ماكسيموم. طب لو كانت القيمه مثلا سالب 30 مثلا مش 30، هل السالب 30 اكبر من الزيرو؟ لا. فيبقى الماكسيموم، يبقى الامر بتاع اف ده مش هيتنفذ، اللي هو الكلام ده مش هيتنفذ. ليه؟ لان السالب 30 مش اكبر من الماكسيموم، يبقى الشرط مش متحقق. فبالتالي ان الماكسيموم هتفضل فيها الايه، فيها القيمه زيرو زي ما هي، لان انا ما عملتش حاجه في البرنامج. يبقى اذا انا استقبلت قيمه ولو كانت كبيره حطيتها في الماكسيمم، لو كانت مش كبيره ما حطيتهاش في الماكسيمم. طب انا كده نفذت الكلام ده على كام عدد؟ على العدد الاولاني بس. طب انا عايز انفذ الكلام ده على 10 اعداد، يعني انا استقبلت العدد الاولاني وعملت عليه تشيك ولو كان كبير حطيته في الماكسيمم. طب انا عايز استقبل كمان عدد كمان واعمل عليه نفس الموضوع ده، واستقبل كمان عدد واعمل عليه نفس الموضوع ده، واستقبل كمان عدد واعمل عليه نفس الموضوع. يعني معنى الكلام ده ايه؟ معنى ان انت عايز تكرر الكلام ده كام مره؟ 10 مرات. واحنا قلنا ان التكرار بستخدم معاه فور على طول، فهاجي هنا كده واقول له فور من اول اي بتساوي زيرو، واي اقل من كام؟ اي اقل من 10، واي بلس بلس، واقفل القوس وافتح قوس كده للفور، واجي هنا واقفل القوس بتاع الفور. فاصبح هينفذ لي الكلام ده على كام عدد؟ على 10 اعداد. يبقى انت هتدخل العدد الاولاني وبعدين يتحسب الحسبه ديت، وبعدين تدخل العدد الثاني وبعدين يتحسب الحسبه ديت، وهكذا يا باشمهندسين. يبقى انا كده ايه؟ عملت البرنامج اللي بيحسب لي اكبر الاعداد. طب تعالوا كده احنا مثلا نعمل الكلام ده كده، بس طبعا ناخد بالنا احنا كده الماكسيمم بقى فيها العدد الكبير. طب وبعدين يعني اعمل ايه في الماكسيمم ديت؟ هنقول له سي اوت، طلع لي على الشاشه اولا ذا ماكسيمم فاليو از سلاش ان، وبعدين ماكسيمم. ايه الكلام ده؟ انا بقول له طلع لي على الشاشه رساله بتقول ايه؟ بتقول اذا ماكسيمم فاليو از كذا، يعني طلع لي على الشاشه كده رساله المفاد بتاعها ذا ماكسيمم فاليو از، وبعدين طلع لي القيمه الماكسيمم، فيطلع لي القيمه الايه؟ الماكسيمم. تعالوا نشوف الكلام ده كده، بس انا مش هشتغل على 10 عدد، انا هشتغل على 3 كفايه عشان ما نضيعش وقت بس. واجي اقول له كده من قائمه بيلد، اقول له اول حاجه كومبايل، اقول لي احفظ الملف باسم ايه؟ ماشي، انا اقول له مثلا شيت 1 المساله رقم 1، ونقول له سيف. تعالوا كده نشوف في ايرورز عندنا ولا لا. قال لك اه 1 ايرور. طيب تعالوا نشوف كده، الايرور دايما بيجي بعد اسم الملف اللي هو شيت 1.cpp. نشوف كده ايرور كانت اوبن انكلود، اه شفتوا بقى الغلطه فين؟ iostream.h iostream.h. طب هاجي من قائمه كومبايل تاني واقول له كومبايل، هنشوف كده اه في 1 ايرور برضه. انتجر اي undeclared، انا مش عارف المتغير اي، فانا هقول له كده ايه؟ انتجر اي سيمي كول، واجي اقول له كومبايل هيقول لي مفيش ايرورز، واقول له اكسكيوت. هو كده واقف الى واقف عند امر سي ان مستني ان ندخل له قيمه، فاقول له مثلا القيمه 10. ماشي، خدت القيمه 10 واشتغل عليها وفور خلصت، فواقف هنا برده عند سي ان مستني القيمه الثانيه، هقول له القيمه الثانيه مثلا 100، وبعدين مستني القيمه الثالثه لان انا عايز استقبل ثلاث مرات، فاقول له القيمه الثالثه مثلا سالب 3، فيقول لي ذا ماكسيمم فاليو از، ومطلع لك القيمه 100، مطلع اكبر قيمه فيها. يبقى انا كده عرفت ايه؟ عرفت ان انا استقبل مجموعه قيم واخرج القيمه الماكسيمم اللي فيه. ده كده بالنسبه للمساله الاولى في الشيت الاول. طيب انا حابب ان انا افصل ما بين كل مساله والثانيه، يعني المساله الاولى في فيديو لوحدها والثانيه في فيديو لوحدها والثالثه في فيديو لوحدها، عشان الناس وهي بتسمع الفيديوهات ما يقعدش يدور في الفيديو على فين المساله، بدايه المساله رقم 2 وبدايه المساله رقم 3. فانا هكتفي في الفيديو دوت بشرح المساله الاولى، وان شاء الله في الفيديو اللي جاي نشرح المساله الثانيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.